ايوه فاروق، الف 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 مستمرين معاك يا مبروك. كابتن ايمن مع ضيوفك الكرام ومع كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، والفرحه الفرحه بالبطوله والنجمه التاسعه والبطوله الغاليه والاميره السمراء. لسه مستمرين في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر وجانب من اعضاء النادي الاهلي. عايز اقول لك مبروك، مبروك لينا كلنا، مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. تحب تقولي ايه الجماهير اللي لعب النادي الاهلي النهارده بعد المباراه والفوز بالبطوله الافريقيه؟ ألف مليون مبروك، ألف مليون مبروك للجمهور كله، واللعيبة كانوا رجالة والحمد لله فرحونا، وكنا مستنيين البطولة دي بقالنا كتير، بقالنا 7 سنين غايبة عننا، والحمد لله إن إحنا يعني قدرنا بعد 7 سنين نوصل للبطولة دي. فرحوا كل الناس، فرحوا ملايين الأهلاوية. عايز أسأل حضرتك بقى، أنتوا في النادي من الساعة كام؟ أنا شايف الأسرة كلها متجمعة، كنتوا حريصين تكونوا موجودين داخل جدران البيت الأهلاوي؟ طبعا احنا واثقين ان شاء الله ان الاهلي كان هياخدها، وجايين من بدري عشان نحتفل، ويعني كنا مستنيين من بدري الاحتفال ده، احنا مستنيين ان احنا نحتفل وواثقين ان احنا ان شاء الله كنا هناخدها. عايز اروح لحضرتك اقول لك، لو هتختار نجم للمباراه ورجل المباراه تختار مين؟ الفرقه كلها نجمه الحمد لله، فرقه النادي الاهلي النهارده نجوم، والحمد لله نستحق الفوز وربنا كرمنا، وان شاء الله عقبال العشره وال11 وال12 وكلنا ورا بيبو وكلنا ورا مجلس الاداره، وبنهدي طبعا الفوز ده لمؤمن زكريا، والف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي. عايز اروح بقى في الجانب الاخر، ومعانا جانب من الجماهير، وزي ما قلنا فرحه جماهير النادي الاهلي مستمره. قول لي انتوا جايين من النادي من الساعه كام؟ احنا جايين من الساعه 6 كده المغرب، تمام، وقعدنا نلف التراك كله عشان نقعد بس، والحمد لله ربنا كرمنا وقعدنا، والف مبروك للعيبه والف مبروك للجمهور، وان شاء الله باذن الله نفوز على نهضه بركان ونبقى اول فريق في العالم مش في افريقيا بس ان شاء الله باذن الله. انا عايز اروح ليك يا حاج، انا عايز اروح لك كده، انا عايز ابدا بالشباب، معلش ناخد الشاب. برحب بحضرتك وفرحه كبيره النهارده، اكيد فرحه كلنا مستنينها. فرحه بتسعد دي حاجه يعني مستنيها من زمان، يعني من 7 سنين، واحنا بنبارك للكابتن الخطيب بيبو حبيب الملايين. شايف ان قرار الكابتن محمود الخطيب باستقدام بيتسو موسيماني كان قرار جريء؟ والله ما كناش متوقعين، بس بسم الله ما شاء الله ربنا كرمنا بيه، يعني ما كناش متوقعين ان هو يعمل كده مع النادي الاهلي، وبعدين اللي فايلر طبعا ساب الفريق يعني في وقت مش مناسب. احنا برضو بنشكر كل فرد شارك في هذه البطوله. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك في النادي الاهلي والخطيب، وان شاء الله ال11 وال12، وبعدين كمان قيم النادي الاهلي مع مؤمن زكريا، دي النقطه الوحيده اللي هي فرحت النادي الاهلي كلها والله. بطوله مؤمن زكريا، تقول ايه لمؤمن زكريا؟ اقول له الف مليون سلامه وترجع لنا بالف سلامه، وان شاء الله البطوله الجايه معانا ان شاء الله هتكون لاعب رقم 1. واشكر الكابتن محمد الشناوي على اللفته الجميله جدا اللي قام بيها، ولم يرفع الكاس وخلى مؤمن زكريا هو اللي رفع الكاس، واتمنى تسمع من كلمه مبروك من اصغر مشجع اهلاوي. عايز تقول ايه؟ عايز اسمع كلمه مبروك كبيره كده لكل جماهير النادي الاهلي. الف نادي الله، لا قول الف مبروك النادي. عايز اروح لك واقول لك، قول لي شفت المباراة ازاي؟ وتقول ايه لعيبة النادي الاهلي؟ الف حمد والف شكر، انا صوتي من كتر الفرحة رايح، والحمد لله على المكسب، واحنا كسبنا بروح الفانلة الحمراء، ولعيبة الاهلي رجالة رجالة رجالة، والف الف الف مليون مبروك، الحمد لله على المكسب، الحمد لله. دايما رهاننا بيكون على الفانلة الحمراء وعلى شخصية لعيبة النادي الاهلي في اغلب الاوقات، ومباراة كانت صعبة جدا، ولكن دايما رجولة لعيبة النادي الاهلي هي بتبقى عنوان البطولة. اكيد يا كابتن، كلنا ثقه في لعيبه الاهلي، وفانله الاهلي كبيره على اي حد، والحمد لله على المكسب، وارضى لك على الزمالك وجمال الزمالك، احنا بنحترمهم والحمد لله على المكسب، وكنا مستنيين بقالنا 7 سنين، الحمد لله والشكر لله والحمد لله، ومبروك لجماهير الاهلي العظيمه دي. عايزه تقولي ايه بقى لجماهير النادي الاهلي؟ الاول تقولي ايه اللعيبه، تقولي ايه لعيبه النادي الاهلي؟ يعني هم الصراحه لعبوا جامد جدا، وكانوا رجاله فعلا. وانت تقولي ايه بقى للعيبه الاهلي؟ اقول بس انا بحب محمد الشناوي جدا، وقفشه، ومحمد نسيت معلول، معلول علي معلول. انت تقولي ايه لكل لعيبه النادي الاهلي؟ الف 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 مبروك، والصراحه الماتش النهارده كان تحفه، وكانوا كلهم رجاله جدا جدا جدا، ربنا يوفقهم على طول. كابتن ايمن، لسه مستمرين. عايز اسال حضرتك، يعني تقولي ايه لعبت النادي الاهلي؟ الف الف مبروك، وربنا يشفي مؤمن زكريا يا رب ان شاء الله، والف مبروك، وبجد كلنا فرحانين جدا بالفوز، والف الف مبروك، وربنا يشفي مؤمن يا رب. بطوله مؤمن زكريا، وزي ما جماهير النادي الاهلي بتقول هي بطوله مؤمن زكريا، والجميع بيقول بطوله مؤمن زكريا، الف الف مليون مبروك يا كابتن ايمن لينا ولكل جمهور النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام.